طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بكم الأساتذة والأستاذات الزملاء والزميلات الموجودين في داخل الجلسة هنا في زوم، والزملاء والزميلات وطلابنا الأحباء وأبنائنا وبناتنا في الفيسبوك مجموعة الباحثين السودانيين في جلسة بتاعت عصف ذهني حول مراجعة وتطوير المناهج لتواكب التعليم الإلكتروني في السودان. الكلام ده هو عبارة عن جزء من مبادرة الباحثين السودانيين للتحول إلى التعليم الإلكتروني في السودان. المبادرة دي قاموا فيها عدد كبير جدا من الأساتذة والأستاذات مشكورين، وفيها لجنة بتاعة تسيير، وفيها فرق بتاعة عمل أصغر من ضمنها الفريق بتاع المدربين، وهم كتر خيرهم يعني عاملين شغل كبير جدا جدا. أديكم بس فكرة إنه في تدريب، التدريب ده قاعد يحصل في مجموعة اسمها مجموعة التعليم الإلكتروني. كل يوم الأساتذة دول قاعد يلاقوا زملائهم وزملائنا وأساتذتنا ويدربوهم، اللي هو دكتورة ندى حسن هي قائدة الفريق بتاع التدريب، دكتورة شاهيناز عبد الرحمن مدربة، دكتورة ابتسام النور مدربة، باشمهندس عمار صديق مدرب، والباشمهندس أحمد داود الدينم والنحلة الجميلة مدرب، وفي الخلفية في ناس ما شايفينهم شغالين نذكر منهم على سبيل المثال للحصر الباشمهندس عبد الله الجعلي. يعني معظم الناس اللي تدربوا يكونوا عارفين انه انشأ لهم الحسابات في مودول والى اخره والى اخره. فالتدريب تم تسجيل له عبر استماره، والاستماره دي يا اخواننا سجلوا فيها عشان تعرفوا العدد بتاع الناس، يعني لسه ممكن يكون متدربوا 2400 و 2400 وحاجه من زملائنا. فدي هنا ده ممكن الناس تشوف يعني نموذج بس ليه المسألة دي، إنه استمارة التدريب ملوا الريسبونسز بتاعته كان 2200، ده في وقت سابق لكن لسه أكتر من كده. وهنا بنشوف ديل الأساتذة والشعار بتاعنا هنبنيه، وجلسات العصف الذهني بتاعتنا الشعار بتاع عندك خد ما عندك شيل، وفي مرحلة لاحقة إن شاء الله يكون في فندريزر وإلى آخره. الموضوع بتاعنا بيمشي بإنه والله بنعمل استماره، الاستماره بنعمل فلترنج للفرق بتاعت العمل، بنعمل برين ستورمنج سيشن زي دي، نقعد نتكلم 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 لحد ما نصل لصيغه مشتركه، الناس كلهم مؤمنين بان هذه الصيغه الافضل والامثل ان نمشي بها، وبعد ذاك بنمشي لقدام. في جهود كثيره بذلت في الموضوع ده حتى الان، من ضمنها انه كان في جلسات بتاعت منصات، دكتور محمد الحسن ومحمد حسن قدموا عدد من الويبينارات بما فيها تطوير المناهج والى اخره، والمشاركه الالكترونيه والطلاب، وفي لستة كاملة موجودة على اليوتيوب في قناة الباحثين السودانيين. مجموعة الباحثين معليش السودانيين ما هي تنسى يا دكتور أنور، هي نعم مؤسسة نعم مؤسسة غير المؤسسة الباحثين ربحية السودانيين، نعم هي تطوعية، دي أهم حاجة. علمية تطوعية بحثية غير حكومية، بنهدف لأنه نعمل منصة مشتركة للتفاعل بين المتعلمين والباحثين السودانيين. الكلام ده عشان نروج البحث العلمي وكده. المجموعة الباحثين السودانيين تأسست سنة 2009، يعني تعتبر من أقدم المجموعات الموجودة، وعدد الموجودين فيها حاليا أكثر من 2000، من 608 ألف من زملائنا وزميلاتنا. اليوم عشان يكون في إطار لمسألة العصف الذهني، دكتور أحمد حمزة مشكورا، ودكتورة منال، وعدد من البروفات والزملاء والزميلات هنا ده هيقوم يعملوا اطار. احنا لما نتكلم عن تطوير المناهج، يعني شو دايما نطور المناهج؟ نطور لمنو؟ منو اللي قال لنا اصلا؟ يعني احنا الجهود بتاعتنا دي كلها تطوعيه ذاتيه، ما في زول طلب منا انه الكلام ده يحصل، لكن احنا شايفين انه والله في مسؤوليتنا، ناس قاعدين برا، كهرباء مستقره، انترنت موجود، مسؤوليتنا انه نساعد في المرحله الراهنه عشان شعارنا هنبنيه. دكتور احمد حمزه هيعمل لنا برزنتيشن، دكتور احمد حمزه هيعرف بيه نفسه بصوره كامله، والكريدنشالز بتاعته يعني التاهيل بتاعه موضوع تطوير المناهج، وهعمل برزنتيشن بسرعه كده، بعدها هنفتح المجال لانه الزملاء كلهم يعني يعملوا برين ستورمنج. دكتور احمد حمزه اتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الزملاء والزميلات الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في منصة التعليم الإلكتروني في مبادرة تطوير المناهج. زي ما ذكر الدكتور أنور، مشكور. المسألة مسألة تطوعية لنا كلنا، يعني نتطلع
من خلال هذه المسألة إنه نقدر نفيد الوطن بأي حاجة ممكنة أو حاجة استفدناها، وكلنا نحن في طور بتاع تعلم، طور بتاع ليرنينج. فإحنا يعني فيض من فيض إن شاء الله، يكون حاجة بسيطة كده نقدمها للناس، الحاجة الموجودة عندنا، ونحاول ناخد مجموعة من المعلومات والخبرات من الأساتذة والدكاترة الموجودين وكل المشاركين معانا، ونقدر نطور جزء من المناهج بتاعتنا دي بصورة كويسة. طيب أنا قبل ما أشارك البرزنتيشن بتاعي، أنا حابب أتكلم بصورة عامة عن تطور المناهج، نبذة عن تطور المناهج، الأسباب الأساسية لتطور المناهج، المناهج دي تطورت كيف، الغرض من التطوير بتاعها، أنواع بصورة عامة. بعد ذلك بخش ديبلي كده في نوع من الكوريكلامس، المرتكزات بتاعته، عملية التصميم لهذه المناهج. كمان برضو حنتطرق لبعض الإكزامبلز لبعض الجامعات، سنو نحاول نحذو حذوها أو بقدر الإمكان نأخذ منها سناب شوت ونخليه موجود عندنا. في بعض الاختراحات برضو إن شاء الله أنا طلعت بها من الدراسة العامة لموضوع تطور المناهج دي. الاختراحات دي بتتركز على إنه مفترض إحنا مثلا نكون عندنا ويب سايت كده خاص بالعملية بتاع تطور المناهج، بحيث إنه لأنه المسألة دي ما ملزمة لكل الجامعات. وبعدين موضوع التطور بتاع المناهج ده يعني هو خاص كل جامعة وكل ديبارتمنت وكل بروجرام داخل الديبارتمنت عنده كريكلامس معين، كل عنده منهج معين يعني لازم يمشي به، وبكون مختلف المنهج من الجامعة الفلانية من الجامعة الفلانية. ففي اختلاف كبير جدا حسب اختلاف التخصصات الموجودة. فإحنا يعني لو قدرنا نعمل لنا زي موقع أو ويب سايت نقدر نرفع فيه الحاجة الموجودة دي، بحيث إنه الناس تقدر يكون بالنسبة لها عبارة عن مرجعية نقدر نوفر فيها الحاجة الريسنت اللي ممكن نستفيد منها كلنا في عملية تطوير المناهج بصورة جيدة يعني. طيب في الحقيقة البرامج الأكاديمية اللي هي تم تصميمها في المناهج الدراسية والجامعات والكليات والأكاديميات مثلا، هي تم تصميمها بواسطة بتاعت جهات يعني ومعاهد استشارية متخصصة، أو دائما يتم تصميمها بواسطة المعاهد الاستشارية المتخصصة، وبكون في مشاركين فيها بعض في تصميمها بعض الأكاديميين والخبراء من جامعات منظمات عالمية مرموقة. الهدف منها هو يعني إنها تقدم ماتيريالز أكاديمية متطورة، وفي نفس الوقت يكون عندها مهارات أساسية. المهارات دي لا علاقة بالتخصص اللي أنا بدرسه مثلا أو بيدرسه الطالب، ودائما بيكون فيها نوع من التطورات والمستجدات في المجال المتخصص حسب الاحتياج بتاع سوق العمل أو الاحتياج الفعلي لسوق العمل والمتطلب من مخرجات التعليم. عندنا أسباب يعني هي أدت إلى عملية تطوير المناهج بصورة عامة. يعني إحنا ليش بنفكر في إنه عملية تطوير المناهج أو نفكر فيها نطورها ليه ونحاول ننقحها ليه؟ طيب واحدة من الأسباب دي هي إنه في استجابة للمراكز أو مراكز الأبحاث العلمية، لأنه إحنا أصلاً المخرجات بتاعتنا دي في النهاية بتطرح في السوق، بتطرح في المراكز البحثية، فعندها مخرجات تعليمية معينة، دراسات علمية موجودة. بنتوقع إنه بيحصل لنا حدوث بعض التطورات الموجودة في العالم الحقيقي اللي إحنا بنتكلم عنه بصورة عامة. example للكلام ده مثلا الجائحة بتاعت كورونا الموجودة عندنا الآن، يعني مفترض مباشرة إحنا بناء على الأسباب بتاعت التطور للمناهج بتاعتنا نقدر يكون عندنا بدائل أخرى منا نطلع لأنه نقدر نعالج أو نواكب الحاجات أو التطورات الممكن تكون موجودة. طيب أيضا من الأسباب هي الرغبة في التخلص من نقاط الضعف اللي بتصهر لنا من نتائج بتاعت تقويم المناهج بصورة عامة والمناهج الدراسية والحالية. يعني ممكن يكون عندنا مناهج ضعيفة، إحنا محتاجين نطور المناهج الموجودة دي، محتاجين نتحصل على مناهج ذات درجات عالية من الكفاءة، من الفاعلية، من المستوى الداخلي والخارجي. معليش دكتور أحمد، شير الشاشة. أنا طبعا بتكلم لسه من غير ما أخش
حقه حقه يا احمد، برضو لو عرفت الناس عن نفسك، لانه برضو الناس ما عندهم فكره منو بيتكلم ده. طيب ما في مشكلة، أنا الزور حسيرك العظيم ده أخي. يا اخي، عظيم الله، ويعني شكر لكم، وإن شاء الله نقدر نفيد خلي ونستفيد. البرزنتيشن يكون ظاهر. طيب طيب أنا أحمد حمزة عثمان أحمد، أنا خريج جامعة أفريقيا العالمية كلية دراسات الحاسبات، عملت ماجستير في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وعملت دكتوراه في جامعة اليو تي ام أو الجامعة التكنولوجية الماليزية 2012، عملت أستاذ مساعد في عدد من الجامعات في السودان، جامعة أفريقيا العالمية وكلية جاردن سيتي وجامعة المشرق وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كنت بدرس بعض الكورسات الخاصة بالماجستير، عملت في بعض الجامعات الخارجية في المملكة العربية السعودية، في جامعة الحدود الشمالية، والآن أعمل في جامعة الملك عبد العزيز أستاذ مشارك في تخصص علوم الحاسبات وتقنية المعلومات، اشتغلت فيزيتنج ريسيرشر في اليو تي ام، جامعة اليو تي ام في ماليزيا، باحث في مجال السوفت كومبيوتينج وانفورميشن ريتريفال والاي اي والداتا مايننج، عندي بعض الابحاث المنشوره على جوجل سكولرز ممكن الناس ترجع لها للاستفاده، و برضو عندي سايتيشن متواضعه موجوده برضو على الجوجل سكولر. اشتغلت في الجامعه هنا دوري في موضوع تطوير المناهج، انا في العضو بتاع لجنة الأبيت اللي هي اللجنة المقيمة للعملية التعليمية ككل، من ناحية بتاع تطوير مناهج، من ناحية بتاع أسيسمنت تقييم للعملية التعليمية للطلاب للكروكلام للإكزامز للإندستريال كوميتي، حضرت عدد من الدورات الخاصة بالتعليم الإلكتروني وتطوير المناهج، ومن ضمنها آخر دورة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية مدينة تكساس دالاس، أخذت بعض الشهادات في السيلف ستادي ريبورتس وفي عملية الأسيسمنت، حاب إن شاء الله أشارك بعض الخبرات البسيطة جدا جدا اللي أنا اكتسبتها مع إخواني، و يعني أهلنا في السودان، بحيث إن الناس تستفيد منها قدر الإمكان وأنا أستفيد منهم برضه. كنت بتكلم بصورة عامة عن الكوريكولمز وكيف الكوريكولم ديفلوبمنتس وكيف ممكن نطور الكوريكولمز بتاعتنا في السودان. زي ما اتفضلت كان الدكتورة نهى في الجروب إنه عندنا الكليات بتاعتنا بصورة عامة تختلف من كلية لكلية، أو البرامج تختلف من كلية لكلية، والجامعات أيضاً البرامج بتاعتها بتختلف، فبالتالي ما حيكون عندنا حاجة موحدة بالنسبة للكليات بصورة عامة، يعني التطوير بتاع المناهج ده دائما بيختلف من وإلى حسب البرنامج وحسب التخصص المطروح من قبل الجامعة أو المؤسسة التعليمية. فإحنا ده نشوف فقط الأساسيات اللي إحنا ممكن نتبعها في عملية التطوير المناهج، تطوير المناهج بصورة عامة، وكيف نقدر نشاركها كلنا مع بعضنا من بعض. الحاجه دي طبعا هي ما ملزمه وما حاجه يعني كومبلسري، او ما هي مساله تطوعيه قاموا بها بعض الشباب في الجروب، وبحيث انه يحاولوا يطلعوا بالعمليات التطويريه الممكن تتم لنا في ظل التغيرات الحاصله، ونقدر نستفيد منها كلنا بصوره عامه، ونطور المناهج بتاعتنا الموجوده في السودان. طبعا زي ما اتكلمنا قلنا في اسباب كثيره جدا بتؤدي الى عمليه تطوير المناهج، الاسباب دي يعني من ضمنها انه الابحاث والمراكز العلميه عندها متوقعه من الاوتبوت بتاعتها او المخرجات بتاعتها انه يحصل تطورات في المستقبل، التطورات دي لازم تجابهها مباشره او تواجهها مباشره بعض التطورات الخاصه في المناهج، عشان نحن نقدر نمشي، او الطالب بتاعنا ده نقدر نقوده بحيث انه يستفيد من
من التطورات الجديده والحاجات الريسنت الموجوده في كل التخصصات بصوره عامه. برضو الرغبه بتاعت الحصول على انه نقدر نتخلص من نقاط الضعف اللي بتظهر لنا دائما في المناهج بتاعتنا من حيث التقييم. احنا بعد ما نقيم الطلاب بتاعنا ونمتحنهم ونطلع بنتائج، احنا بنكون شغالين في سايكل معين. السايكل ده لازم احنا نحاول بقدر الامكان نقيمه ونحاول نحسن في العمليه التعليميه. فالسايكل ده فيه نقاط من الضعف مفترض احنا نحاول نقويها، ونقاط من الضعف مفترض نقاط القوه مفترض احنا نحاول نعزز هذه النقاط. فالحصول على درجات عاليه من الكفاءه والفعاليه في المستوى الداخلي والخارجي بصوره عامه للطلاب وليه العمليه بتاعتنا. العمليه بتاعت حدوث بعض التغيرات السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه على المستوى المحلي او المستوى الاقليمي او المستوى الدولي بصوره عامه برضه بيتطلب انه احنا نفرض نوع من التطوير للمناهج بصوره بتلائم التغيرات. عمليه مراقبه التطورات للمناهج نفسها، يعني انا ما ادري هل الحاجه دي مثلا ناس وزاره التعليم العالي عندنا في السودان هنا هل ملاحظين لها ولا ما ملاحظين لها؟ احنا مفترض يكون عندنا عمليه بتاع التطور ومراقبه للمفاجات التعليم. هل الطالب اللي تخرج ده مثلا لبى احتياجات سوق العمل الخارجي ولا لا؟ عشان احنا نقدر نطور في المنهج، لو لا نحاول نزيد بعض النقاط ممكن تؤدي لنا للتقويه بتاعت تلبيه احتياجات العمل. برضه من الاسباب اللي ممكن تخلينا احنا نفكر في عمليه الكوريكولم ديفلوبمنتس انه المجاربه تحت التغيرات الحاصله في العلوم الاساسيه، العلوم الاجتماعيه، العلوم التربويه والنفسيه، ومواكبه الدول ومواكبه البيئه بتاعتنا احنا شغالين على اذا كان في السودان او غير السودان. برضه الاستجابه لرغبه الراي العام، يعني من خلال ما تعكس وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه والمقروءه فيما يخص المناهج بتاعتنا بصوره عامه. بيعتبر يعني الكلام ده كله بيطلع من مجموعه من الافراد، في افراد عندهم يعني كيان موجود احنا ما ممكن نتجاهلهم، بحيث ناخذ الاكسبيرينس بتاعتهم نحاول نطورها ونضيف عليها، يعني مثلا في بعض نشيل منهم بعض النقاط نضيفها عندنا في المناهج بتاعتنا اللي بيدرسوها الطلاب بتاعنا، ونحاول نطور العمليه التعليميه بتاعتنا. المحاوله قال انه نقدر احنا نلحق بين رتب الحضاره الانسانيه والاسهام فيها بصوره عامه. طبعا عندنا اساليب كثيره جدا احنا لعمليه التقليد، الاساليب التقليديه لعمليه تطوير المناهج، انه مثلا يعني الناس كان بتشوف المنهج الموجود بتحاول تعمل تنقيح للمنهج، يعني تحذف منه جزئيه معينه، تحاول تضيف عليه جزئيه معينه، تحاول تستبدل ببعض المعلومات الموجوده، المعلومات الجديده، التوبكس الجديده وهكذا. يعني في اساليب اصلا بتاع التقييم، انا احاول اشوف اساليب التدريس كان بشكل عام كيف طرق التدريس التقييم للطالب، تنظيم المنهج، هل مثلا ادمج بعض المواد مع بعض على البعض او احاول افصل المواد من بعض على البعض، اجيب مواد من برا مطوره ازيد بها بعض المواد وتصبح مواد لحالها. فدي كلها عباره عن اساليب احنا مفترض نتبعها، او اساليب التقليديه بصوره عامه هي الناس شغالين عليها في عمليه التطوير. احنا بنحاول نركز دائما على العمليه التعليميه الريسنت الجديده. طبعا انا بخلاصه البرزنتيشن ان شاء الله هوريكم الناس اتجهت لوين في عمليه تعليميه، في انها بتقيم الشغل بتاعها من ناحيه بتاعت كواليتي كيف. انا احاول اخذ اخذ لي اكريديشن معين من جهه معينه، الجهه دي هي عباره عن جهه ستاندرد. انا لو اخذت الاكريديشن بتاعي معناها طالبي اللي بيتخرج ده هو طالب مؤهل تماما انه يدرس في كل الجامعات، ماخذ الريسنت يعني نوليدج الموجوده في التخصص بتاعه، ويقدر يطور نفسه اذا كان في سوق العمل، يطور لي مثلا نفسه اذا كان ماشي في السلم الاكاديمي او غيره يعني. طيب عندنا اسس معينه احنا حنتبعها، لكن في البدايه نشوف الاوتلاينز بتاعتنا اللي احنا ممكن نتكلم عنها. يعني نتكلم عن الكوريكولمز اصلا هو عباره عن شنو، ومنو الممكن يخش معانا في عمليه الكوريكولمز او المنهج بتاعنا في تطويره. الفيسز الاساسيه اللي احنا ممكن نتبعها، البلاننج سايكل ممكن برضو نشوفها بتؤدي لنا لعمليه تطوير العمليه بتاع تطوير المناهج. حنتكلم عن حاجه اسمها الليرنينج اوتكمز، ودي اكثر عمليه مهمه جدا او اكثر عمليه مهمه في عمليه تطوير المناهج. هنتكلم عن الفيتشرز او الخصائص او السمات اللي ممكن احنا نستفيد منها في عمليه تطوير المناهج بتاعتنا.
وفي اكزامبلز انا حاتكلم عنه، جامعه الملك عبد العزيز الكي يو اللي باعتبارها واحده من الجامعات الرانكينج في العالم، محققه المعايير الاساسيه للاكريديشن والجوده في التعليم، كيف بتحقق الستودنت اوتكمز والبروجرام اديوكيشن اوبجكتيف، كيف بتتعامل مع البروجرام لايف سايكل، كيف بتعمل مابينج للستودنتس اوتكمز مع البروجرام كورسز الممكن تطلع، كيف ممكن تتعامل مع حاجه اسمها الكونتينوس امبروفمنت. كونتينوس امبروفمنت معناها مراجعه الاوتبوت اللي بيطلع من كل سمستر او كل سنه من العمليه التعليميه، وبعدها يعني مقارنته او الاستشاره مع الاندستريال ادفايزر كوميتي، بحيث انه نشوف هل المخرجات اللي طلعنا بها دي هي ممكن تؤدي لي لان توافق سوق العمل ولا لا. برضو الطلاب بتاعنا اللي بيتخرجوا، يعني مثلا التعليميه زمان الواحد كان بيدرس في الجامعه، بعد ما يتخرج من الجامعه بيشتغل في مجال معين اذا كان في مجاله او في مجال غير المجال بتاعه. حاليا حتى الطالب لما يتخرج من الجامعه احنا مفترض ما نخلي الطالب نفكه ساي، يعني مفترض نتابع الطالب ده ونشوفه بعد ما هو اتخرج بلا خريج ويشتغل، نشيل منه الفيدباك، هل الحاجه اللي اخذها او اللي احنا درسناه له استفاد منها ولقاها في سوق العمل ولا لا؟ عشان لو ما استفاد منها نحاول ننقح العمليه التعليميه بتاعتنا وننقح النموذج بتاع اللي احنا شغالين به في تطوير المناهج. طيب اي حاجه ممكن تكون موجوده يعني بصوره عامه متعلقه بالeducational program هي ممكن احنا نعرفها as curriculums او as منهج. محتاجين نعرف انه what is the curriculum program development process او العمليات الاساسيه او البروسيس الاساسيه اللي احنا هنتعامل بها في عمليه تطوير المناهج بصوره عامه، وممكن تقدم لنا شنو. طيب المنهج بتاعنا او الجامعات بصوره عامه محتاجه انها تعمل الكروكلمس بتاعها بناء على بعض البوينتس المهمه جدا اللي احنا مفترض نركز عليها، اللي هي اول حاجه الهيكل التنظيمي بتاعنا او الاورجنايزيشن ستراكشرز الخاصه بالكوريكولم بلاننج، الهيكل التنظيمي، برضو هيكل التخطيط لعمليه الكوريكولمز، اللونج تيرمز بلان اللي هو الخطه طويله الاجل او الامد، انه احنا مفترض يكون عندنا خطه قصيره وخطه طويله، بحيث انه عمليه المراجعه بتاعتنا للكوريكولمز وللمناهج بتاعتنا تتم بصوره دوريه يكون فيها مراقبه. برضو عندنا جروبس معينه، مين هم الجروبس احنا حنتعامل معاهم في عمليه تطوير المناهج، هل في عمليه بتاعت مراقبه مونيتورنج للكلام ده ولا لا، عمليه الرايتنج للكوريكولم جولز او الاهداف الاساسيه اللي احنا ممكن من اجلها بدينا نكتب الكوريكولم بتاعتنا او نطور الكوريكولم بتاعتنا، الفيجنز والميجنز الخاصه بالاكسلنس اوف كوريكولم دي جزء. عندنا برضو السيستماتيك بروسيس في عمليه الديفلوبينج او الايفالويشن للكوريكولمز، والبروسيس والانستراكشنز الخاصه بعمليه كتابه الكوريكولمز بصوره عامه. حقيقه يعني في بعض الجامعات الموجوده عندنا في السودان اصلا ما هي عندها كوريكولمز اصلا، او هي اصلا شغاله بكوريكولمز تابع لجامعات اخرى، فمحتاج انه نبني ليها الكوريكولمز من البدايه فروم سكراتش، وفي بعضها محتاج انه عمليه تنقيح للكوريكولمز الموجوده. الحاجه دي طبعا هي حاجه خاصه بمفترض وزاره التعليم العالي هي تتبناها، لكن احنا بالنسبه لنا بنحاول نساعد بقدر الامكان في عمليه التطوير لهذه المناهج بالنولج اللي الناس استفادت منها واكتسبتها يعني بصوره عامه. عمليه المراقبه السيستماتيك بروسيس في عمليه مراقبه الكوريكولمز انها بتطور بصوره دوريه. كل يونيفرسيتي عندها طبعا جولز معينه، اهداف معينه، اذا كانت اهداف اقتصاديه، اذا كانت اهداف تعليميه وغيرها يعني. برضو عندها فيجنز، مفترض بناء على الفيجنز والاهداف دي احنا نقدر نكتب الجولز بتاعتنا تحت الكوريكولمز اللي حنطلع بيهم في عمليه تطوير المناهج. المراقبه الدوريه برضو لهذه المناهج. طيب بصوره عامه
منو الناس الممكن احنا نعتمد عليهم في بناء البروجرامز؟ يعني مثلا عندنا a knowledge of subject area for which they are responsibility. الابيليتي برضو بتاعتنا بتاعت عمليه البروديوس للورك عن شدول، وبرضو في عمليه النوليدج للكروكلمز ديفلوبمنت بروسيس. دي ثلاثه نقاط مهمه جدا جدا. البيبلز اللي هم بيهتموا بالحاجات الثلاثه نقاط دي هم المفترض يخشوا معانا في عمليه تكوين وتطوير الكروكلمز بتاعتنا. طيب الكروكلم بتاعنا عشان احنا نبنيه او نطوره بصوره عامه بيمر بعدد من الفيسز، زي مثلا عمليه الديزاين للاستراكشر بتاعت الكروكلم نفسها، عمليه الامبلمنتيشن، وعمليه الايفالويشن او تقييم الكروكلم نفسه اللي تم بناؤه او تم تنقيحه. فعمليه التصميم بصوره عامه هي عمليه لوصف الانتر اكشن الممكن تحصل لنا بناء على اربع اليمنتس اساسيه، اللي هي الاوبجكتيفز بتاعت المؤسسه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها او يعني عاوزين نبني لها الكروكلم بتاعه ونطوره. الكونتينس بتاعتنا، لانه دي الحاجه الاساسيه اللي احنا محتاجين نطورها. الكونتينس هنطور السلابس بتاعتنا، الكورسيس بتاعتنا، نوفر الماتيريالز اللي بيحتاجوها اذا كان فيها جزء براكتيكال، اذا كان فيها جزء ثيوريتيكال. الاورجنايزيشن نفسها والمؤسسه اللي احنا شغالين عليها اللي هي هتتعامل مع الخريجين بتاعنا ومع الكوريكولمز اللي احنا هنطلع به. واخر حاجه عمليه الايفالويشن او عمليه التقييم لهذه الكوريكولمز. طيب هذه الاليمنتس بصوره عامه ممكن انا استخدمها في عمليه تطوير التكست بوكس اللي احنا بنستخدمه، اول المناهج اللي احنا بنتكلم عنها والكتب اللي احنا بندرس منها، السلبس اللي احنا برضو شغالين عليها، والليرنينج جايدنس بتاعنا اللي احنا هنتبعه. طيب بالنسبه للجايدنس في الكوريكولمز ديزاين، اول حاجه بيكون مفترض يكون عندنا ديزاين كوميتي اللي هم يمكن يتكونوا لنا من الانستراكتورز اللي هم احنا بصوره عامه الدكاتره وهيئه التدريس واعضاء هيئه التدريس، ممكن يكون الاستاف الموجود في الكليات والمؤسسات، ممكن يكون الادمنستريشنز، ممكن يدخلوا فيها الطلاب بحيث يكونوا واحد من العناصر بتاعت الديزاين كوميتي اللي بتهتم بعمليه تصميم الكوريكولمز. اليونيفرسيتي فيجن تكون اهداف، دي نقطه مهمه جدا جدا مفترض احنا نحطها في بالنا ونحطها في بالنا اثناء عمليه تصميم الكوريكولمز او عمليه الديزاين للكوريكولمز بتاعتنا، ويحصل لها عمليه بتاعت ريفيجنز او ريفيو ايضا. النيبل انترست ليرنرز والسوسايتي بتاعتنا برضو، المساله المجتمعيه احنا برضو مفترض نحطها في حساباتنا في عمليه تصميم الكروكلمز، لازم نعمل لها كونسيدر. برضو مفترض يكون عندنا نشوف الادفانتجز والديس ادفانتجز للتيرمز من ناحيه بتاعت كوست والتكاليف، من ناحيه بتاعت شيدولينج، من ناحيه بتاعت كلاس سايز، من ناحيه بتاعت فاسيلتيز. دي كلها بتدخل معانا في عمليه بناء اللبنه الاساسيه للكوريكلمز وتطوير هذه المناهج. دي السايكل بتاعتنا بتاعت التطوير بصوره عامه، اللي هي عمليه بتاعت ديزاين، بعد ما عملت الديزاين اعمل لها امبلمنتيشن اطبق على ارض الواقع، اشيل الاوتبوت بتاع اعمل له اسسمنت او تقييم مع خبراء او مع يعني ناس لهم علاقه بمجال تصميم الكوريكلمز بصوره عامه في نفس التخصص. يا شباب يعني اهم حاجه انه لازم الكلام ده يكون في نفس التخصص، لانه احنا الان المجموعه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها السيم او كل المجال التعليمي بيختلف من تخصص لتخصص اخر، حتى الناس اللي هيقوموا بعمليه تصميم هذا المنهج او تنقيحه او تطويره مفترض المجموعه دي تكون متخصصه في 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 بروجرام محدد، مثلا برنامج الكمبيوتر ساينس او البرامج الانفورميشن سيستم، او مثلا الاي تي، او مثلا الكيميكال انجينيرنج، او مثلا الالكتريكال انجينيرنج، حسب التخصص مفترض يكون الناس ضليعين في المجال عندهم خبره في عمليه تصميم الكوريكولمز، وفي نفس اللحظه يقدروا
يجيبوا لنا او يعني يحاولوا يضيفوا لنا الاشياء الاساسيه او الريسنت توبكس او ترندز موجوده في العالم بحيث انه تطور هذه المناهج. فالاوت كمز بتاعتنا هي بتعتمد على الايمز والاوبجكتيف بتاعتنا حسب الكونتينس. بعد ذاك العمليه تحت التيتشنج والليرنينج اللي احنا بنستخدمه وبنمارسه مع الطلاب، وعمليه الاسسمنت التقييم، واخر حاجه عمليه الايفالويشن للاوت كمز بتاعتنا. طبعا الاوت كمز هي زي ما انا ذكرت في الاول هي نقطه مهمه جدا جدا، مرتبطه ارتباط كبير جدا بالبروجرام ايديوكيشن اوبجكتيف. فالاوت كمز بتاعتنا هي الحاجه المتوقعه من الستودنت يستفيد منها بعد فتره من الزمن. يعني بعد ما الطالب يدخل فتره من الزمن، السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، حيطلع الطالب بشنو. طيب الحاجه دي بتتم بناء على البروجرام نفسه. يعني مثلا اذا كان عندك برنامج بتاع علوم حاسبات، البرنامج بتاع علوم الحاسبات بيكون عنده مثلا 6 اوت كمز. مفترض طالب علوم الحاسبات لما يتخرج من الجامعه يكون ملم بهذه 6 اوت كمز وهو استفاد منها طلابيها من البرنامج اللي درسه. طيب العمليه دي مفترض مباشره يحصل لها مابينج مع حاجه اسمها البروجرام ايديوكيشن اوبجكتيف، ودي الممكن يطلع بها بفيو ييرز لقدام حسب التخصص اللي هو شغال عليه. فالاوت كمز عباره عن بروجرام مفترض يحصل له بريبيرنج للجراديويت حسب الايديوكيشن اوبجكتيف. البروجرام لازم يحصل له عمليه بتاعت اسيست للستودنتس اوت كمز، ويكون في عمليه بتاعت result continuous improvement، يعني كل مره يحصل له عمليه بتاعت improvement ويتغير. البي اي او هي ما بتتغير بصوره دوريه ما زي الاس اوز. الاس اوز مفترض تتغير بصوره دوريه بناء على متغيرات الحياه والمتطلبات بتاعتها والريسنس والتعامل الطالب مع او الخريج بتاعنا مع سوق العمل الفعلي. طيب محتاجين لشنو في الليرنينج اوتكمز؟ محتاجين ان نقدر نتعرف على الكوريكلمز ليرنينج اوتكمز والمديولز بتاعتنا، محتاجين نقدر نحدد التيتشنج الفعليه بعمليه الليرنينج ميثودز او الطرق الاساسيه لعمليه التدريس، محتاجين برضو نشوف appropriate assessment strategies اللي هو الاستراتيجيات الاساسيه لعمليه التقييم للكوريكولم نفسه، وعمليه الايفالويشن للكورسز بتاعتنا. الاوت كمز بتاعتنا برضو مفترض تكون مكتوبه بفيوتشر تنس اللي هو حاجه مستقبليه، يعني بحيث انه تشمل الحاجه الحاليه والحاجه المستقبليه، ودائما بتكون مطوره وفيها يعني نوع من التطوير اللي هو السايكل بتاع التطوير، لانه في انتر اكشن بينه وبين اشخاص اخرين. اقدر اتعرف على الامبورتنت ليرنينج ريكويرمنتس بتاعتنا، اقدر اتعرف على اللانجوج او تكون نستخدم فيها لانجوج سيمبل لانجوج تكون اندرستاندبل للستودنتس او الطلاب، تكون اتشيفبل واكسسبل، يعني في اي لحظه انا اقدر اصل لها. هسه حاليا واحده من الحاجات البوينتس اللي احنا ذكرناها دي، انا ممكن ادخل بعض الجامعات او الويب سايت بتاعت الجامعات في السودان ما احصل اصلا اي كوريكلمز موجود، او حتى ولو في كوريكلمز بيكون موجود فعلي في الكليه لكن ما موجود في الويب سايت. ودي واحده من الحاجات المهمه جدا جدا، يعني مفترض احنا الشغل بتاعنا بعد ما اشتغلناه او عارفين ان احنا مقتنعين به نطرحه في الويب سايت، نوري العمليه التعليميه بتاعتنا احنا شغاله كيف، نقدر نقارن شغلنا مع شغل الاخرين وكده يعني. طيب عندنا عمليه بتاعت بلانينج للكوريكولمز وتريننج للكوريكولمز وعمليه بتاعت ليرنينج للكوريكولمز، هي ثلاثه عمليات متقاطعه مع بعضها البعض، تخطيط ليها وبعد ذاك نتدرب عليها وبعد ذاك نقدر نعلمها. فدي واحده من السايكلز اللي احنا مفترض نتبعها في عمليه تطوير المناهج بصوره عامه. كريك باتريكس عنده نظرية معينة بيقول لنا إنه أول حاجة مفترض يكون عندنا رياكشن بين العملية التعليمية بين الكوريكولمز اللي إحنا بنبنيه وبين الطالب
اللي بيتلقى هذه العملية التعليمية. بعد ذلك أقدر أعمل changing في النوليدج أو أغير في النوليدج حسب الحاجة اللي أنا ممكن أطلع بيها. دي ممكن تغير لي في البيهيفير أو السلوك تحت الإنسان بصورة عامة. وآخر حاجة أقدر أعمل performance change اللي هو عملية بتاعت تغيير لي الأداء بصورة عامة. عندنا أنا ما أقدر أطول على الـ على البرزنتيشن حسب الكلام الدكتور أنور قال الزمن محدود، لكن بس سريع كده حاول أركز على بعض النقاط الأساسية في عملية الفيتشرز أو المزايا اللي ممكن إحنا نستفيد منها من الكوريكولمز ديفلوبمنت. أول حاجة إنه الطالب اللي ممكن ياخد لو إحنا عندنا مثلا بنينا أو طورنا كوريكولمز جيد بصورة جيدة، الطالب ممكن يختار الديبارتمنت تراكس افيلبل حسب الحوجة بتاعته أو حسب الحاجة اللي ممكن يستفيد منها. يعني أنا لما أبني لي منهج بصورة جيدة ومطور، الطالب بتاعنا يقدر يختار التراك حسب التخصص بتاعه. إذا كان مثلا شغال في الانفورميشن سيستم، أقدر أنا أخش في التراك بتاع البيزنس أو الإي ليرنينج أو مثلا أي نوع الانفورميشن ريتريفل، أي نوع من التراكس الموجودة داخل البروجرامز أنا أختار كيف. يعني حاليا ممكن الطالب بتاعنا إحنا يكون موجود في السنة الثانية للجامعة وعارف نفسه مثلا السنة الثالثة هيتخصص في بعض التخصصات الموجودة. التخصص بتاعه ده ما هيكون بالنسبة له واضح، هو بس ممكن يدخل التخصص بناء على الدرجة اللي بيجيبها مثلا أو بتحصل عليها أو حسب رغبته أو حسب مثلا زملائه هم أو أغرب الأصدقاء الموجودين معاه هم خاشين ياتوا تراك وأنا أخش معاهم في نفس التراك. الكلام ده كله هو ما قادر يتخذ القرار ده لأنه أصلا الفيجن بتاعتنا بتاعت الكوريكولمز وتطويره ما واضحة بالنسبة لنا، وهو ما عارف ممكن السنة الجاية هياخد ياتوا مواد أو السنة البعدية هياخد ياتوا مواد. المواد دي هتقوده لأنه ياخد ياتوا تراك، فدي واحدة من المشاكل الأساسية. لكن لما يكون عندنا كوريكولمز مظبوط بصورة جيدة جدا ومصمم بصورة يعني understandable، الطالب هيقدر يفهم انه ياخد جهة المجال او يمشي جهة المجال. طيب عملية التطوير، العملية بتاع التطوير للcontents برضو واحدة من الحاجات الأساسية جدا جدا الممكن توفرها لنا الcurriculum developments، انه انا اقدر انقح الcontents الأكاديمية الموجودة عندنا، اشوف الماركت نيدز الموجودة شيء واقدر اعمل لها فيلينج بالحاجات الجديدة الممكن تأدي لهذا التطوير. برضو واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أستفيد منها في عملية الكوريكولوم ديفولوبمنت الجزء بتاع البراكتيكال سايت. يعني لما نكون عندنا براكتيكال سايت حسب الكورس الموجود، لأن في كورسات أصلا فيها براكتيكال في كورسات نظرية، فالجزئية بتاعت البراكتيكال سايت أنا لما أصمم بعض البرامج أو بعض التولز. يعني حاليا صراحة في بعض البرامج كثيرة جدا جدا للآن برامج تقليدية والناس شغالة بها في السودان، الناس اتطورت في إذا كان مثلا على 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 مجالنا إحنا بتاع الحاسب الآلي في مثلا في لغات البرمجة، إحنا الآن في لغات كثيرة جدا يعني شغالة والناس الريسنت ليها مثلا زي البايثون، الناس مركزة إنها تشتغل على البايثون والحاجات الجديدة. مثلا إحنا لسه مثلا في ناس عندنا شغالين بلغات قديمة جدا بالباسكال وغيرها. يعني فدي واحدة من المشاكل لأنه أصلا ما في عملية تطويرية للكوريكولمز بتاعتنا الموجودة في السودان. برضو عملية زيادة الوعي في المجال، إنه مثلا ندخل العملية بتاعت التكنولوجيز والأشياء دي كلها في المجالات في جميع المجالات الموجودة، دي واحدة من الحاجات الممكن تؤدي لي لميزات للكوريكولمز ديفلوبمنت. الكوريكولمز نفسه عشان أنا أصممه لازم يتقسم على بعض الديسكريبشنز حسب الكورسات الموجودة. في كورسات أصلاً هي بنسميها إحنا الكورسات البيزك فنديمنتالز كورسز، وفي حاجة اسمها بنسميها بالإلكتيف كورسز، وفي كورسات موجودة هي نون إلكتيف كورسز. فالكوريكولمز لازم يشمل لي هذه الكورسات كلها. وطبعاً يا شباب الكوريكولمز التصميم حسب عدد الساعات الموجودة، يعني في البرنامج بيكون في ساعات موجودة مثلا 140 ساعة 128 ساعة حسب الكلية وحسب البرنامج الموجود اللي بيخرج لك الطالب انه ما اخذ الساعات الموجودة. الساعات دي في كل كورس مقسمة، يعني مثلا في كورسات مقسمة عبارة عن بيزك
او بسميها بالفنديمنتال كورسز، وفي ساعات لها علاقه بالكورسات الكليه وكورسات الجامعه، وفي كورسات يعني كورسات خاصه بالجامعه، كورسات خاصه بالكليه، وكورسات خاصه بالتخصص الموجود. فاحنا لازم نكون برضو اوير بهذه الكورسات الموجوده، الطالب ياخذ ياتو كورسات. يعني انا مفترض كطالب اعرف انه الكورسات دي انا اختار ياتو كورس بناء على ياتو تراك، اعرف الليكتيف كورس شكل عام كيف، اعرف الكورسات الكومبلسري او الكورسات البيزك او الكورسات تحت الفاكولتي شكل عام كيف. برضو عملية الاديوكيشنال اوت كمز، هل انا بقدر احقق منها؟ يعني انا لو مثلا طبقت ستاندر ديفلوبمنت للكوريكولوم بتاعتي، اقدر اتاكد انه انا حققت الاوت كمز المرجوه من البروجرام الموجود ولا لا. عمليه ضبطك للتكست بوكس الموجوده الطالب اللي هيستخدمها، الوضوح في عمليه الاستيج للاكاديميك ليفل، اللي هو اذا كنت شغال على مستوى الماجستير، اذا كنت شغال على مستوى البكالوريوس، او اذا كنت شغال على مستوى الدكتوراه، وحسب المين اوبجكتيفز اللي انت ممكن تقدمها لنا شنو. عمليه الديستريبيوشنز للاكاديميك لود لكل سمستر، فانا مفترض اقسم كل سمستر بناء على المواد بتاعتي. يكون مثلا كل سمستر يكون فيه كورسات معينه، الكورسات دي ليها علاقه بكورسات كليه، ليها علاقه بكورسات بيزك، ليها علاقه بكورسات جامعيه. وفي نفس اللحظه اقدر احدد الدرجه بتاعت الديفيكولتي لكل كورس، واقدر ارتب واحط فيها سمستر، سمستر الاول، الثاني، الثالث، بالاضافه لانه اقدر اتعامل مع العمليه بتاعت السيكونسز للكورسز اللي هو البري ريكويست للكورسز، مثلا كورس له علاقه بكورس اخر فيه معلومات مفترض انا اخذها من كورس اخر. دي كلها بتنظم لي عمليه تصميمي وتنقيحي للكوريكولمز او المنهج بتاعي وتطويره. برضو انا بقدر بناء على الحاجات دي اقدر اساعد الطلاب بتاعنا يقدروا يعملوا ميجرينج للفيرست اكاديميك يير. يعني من اول سنه انا اقدر اعمل مجرين للشغل بتاعي، انا اقدر حواصل ما حواصل، التراك بتاعي اللي حامشي عليه والاستفاده بتاعت البروجرام اللي هو خاشي. طيب ده هنا انا اتكلمت بصوره عامه عن الكوريكلامز انواع واشكاله والبيزك يعني اليمنتس فيهم. هتكلم عن اكزامبل سريع لجامعة الملك عبد العزيز، وهي كيف بتبني الكوريكولمز بتاعتها وبتتابع العملية التطويرية كيف. فعندنا الفاكولتي بتاعتنا مثلا بيكون عندها بروجرام او برنامج معين فيه ممبرز. الريزلت بتاعتنا اللي بتجي عندنا حاجة اسمها الاندستريال ادفايزر كوميتي، ديل بنرجع لهم يعني بعد ما السيمستر يخلص بنطلع المفرجات بتاعتنا ونقابلهم. عندهم امبلوي معينه، وعندنا طبعا عندنا الالوموناي، الالوموناي هو اللي هم قاصدين بهم الخريجين، وعندنا الاستودنتس. احنا الخمسه ركائز هذولا احنا بنحاول بقدر الامكان بنتابع معاهم الخمسه ركائز، بحيث انه كل جزئيه معينه عندنا حاجه اسمها سيرفي، بنقدم لهم سيرفي معين بناء على الريزلت تحت السيرفي، بنحاول نحكس مخرجات هذا السيرفي على الميجن بروجرام في الاديوكيشن اوبجكتيف. البروجرام ليفلز ليرنينج المتبعه ليها علاقه بال ريمبرينج في ليفل اعلى منا اندرستاندينج، واعلى منا ابلاينج انالايزينج ايفالويتينج، واخر حاجه عمليه الكرييشن او الانوفيشن. فهم بحاولوا بقدر الامكان يصيغوا الطالب ده من البدايه، من اول سمستر، سمستر الاول، السمستر الثاني، السمستر الثالث، او السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، بحيث انه السنه الاولى يكون كله عباره عن تذكير واشياء زي كده، السمستر الثاني يكون مساله بتاعت اندرستاندينج، السمستر الثالث ابلاينج للجزئيات دي، السمستر الرابع انلايزنج للحاجه اللي اخذها، والسمستر اللي هو الخامس الايفالويشن، يقدر يعمل يعني يتخذ ديسيجن لحاجه معينه. طبعا الكلام ده كله له علاقه بال distinguish between the different parts اللي استخدمها او قرا الانفورميشن اللي اخذها، واخر حاجه يقدر يعمل كرييت لانوفيشن او ايدياز جديده ممكن تكون مفيده في المجتمع.
الكلام ده كله بيساق بناء على الـ students outcomes والـ program education objective، ولازم يحصل له عملية بتاعت مابين. فعنده مثلا بعض الكورسات، اي كورس اشوف الكورس اللي بيحقق لي الـ outcomes اللي انا ممكن اطلع بيها شنو حسب الميجن بتاعت الـ KAU. فانا بكون عندي outcomes معينة، اشوف الـ outcomes دي اعمل لها مابين مع الـ new students outcomes، وكل مرة اعمل لها refinement. دي المابين اللي ممكن تحصل لنا. مثلا دي سبجكت معينه، السبجكت دي عندنا الاوت كمز او الاوت كمز الموجوده 1 2 3 4 5، طبعا هم كانوا مختلفين، لكن الان لانه هي كان من الاي لغايه الجي تقريبا او الاف، كله اوت كمز بيدل على حاجه معينه حسب التخصص. اذا كان مثلا اي تي، اذا كان مثلا سي اس، اذا كان اي اس، اذا كان اي نوعيه، اي نوعيه التخصص اللي احنا بنتكلم عنه. فلازم المواد اللي انت بتاخدها او الطالب اللي بياخدها لازم تحقق عدد من الاوتكمز بمخرجات، او في النهايه الطالب بيكون غطى كل الاوتكمز من خلال المواد. وفي حاجه مهمه جدا جدا، انه مفترض المواد اللي انت بتاخدها او المواد اللي بياخدها الطالب تعكس طبيعه التخصص نفسه. يعني مثلا اذا كان طالب الانفورميشن سيستم، مفترض المواد اللي بياخدها خاصه في التراكس ياخذ جزئيه من المواد اللي بتعكس طبيعه الانفورميشن سيستم وتعامله مع المنظمات الاخرى من ناحيه بتاع بيزنس او غيرها. يعني ده اكزامبل للكوريكولمز فلو تشارتس الموجود اونلاين، تقدر تخشوا كلكم على الموقع بتاع fcitr.edu.sa، بتقول تخصصات مختلفة، أي تخصص تدخل عليه بيجيب لك الكوريكلمز. والكوريكلمز الموجودة عندنا عبارة عن مستويات للليفلز بتاعنا، اللي هو إذا كان ده مستوى البكالوريوس، إذا كان في السمستر الأول والثاني والثالث والرابع إلى السمستر الأخير. في مواد بألوان مختلفة، يعني مثلا في مواد إلكتيف كورسز، في مواد يونيفرسيتي خاصة بالجامعة كورسز، او في مواد تخصصيه اللي هي بالبرنامج اللي احنا شغالين عليه نفسه. من هنا بتلقى انه في توزيع حسب الديفيكولتي تحت المواد نفسها، توزيع على على السيمسترات، حسب النولج اللي احنا تكلمنا عنها. قلنا عندنا 6 ليفل بتاع نولج، اذا كانت عمليه بتاعه ريمايننج، او عمليه بتاعه اندرستاندينج، انالايزنج، عمليه بتاعه ايفالويشن، عمليه بتاعه كرييشن. كل مره ماشيه المواد دي الى ان تصل السمستر الاخير، تقدر تضغط على اي واحد من هذه المواد مباشره يفتح لك الماده، يجيب لك التكست بوك الشغالين عليها، الاوت كمز الاوت كمز بتاعتها، السلبس الموجوده فيها، الايفالويشن او الاسسمنت تولز المستخدمه، اللي هو مثلا دي اكزامبل الاسسمنت تولز. عندنا مثلا الماده الاولى عندها اوت كمز معينه، الاسسمنت تولز اللي كان شغاله هي مثلا اساينمنت، اكزام، مثلا برزنتيشن، كويزز، غيرها يعني. طيب الاسسمنت تولز دي انت حققتها في السيمستر ده، السيمستر اللي بعده هتحقق شنو؟ يعني اسسمنت مفترض تستخدم اسسمنت تولز مختلفه عشان تقدر تحقق القصور الموجود في السيمستر اللي قبله، ويحصل مقارنه بين سيمستر وسيمستر اخر. العمليه دي بنسميها بالكونتينوس امبروفمنت، كونتينوس امبروفمنت، ودي الثمره بتاع الكونتينوس امبروفمنت اللي هو بتتمثل لنا في نوعين، يا اما دايركت اسسمنت يا اما اندايركت اسسمنت، اللي هو تقييم مباشر او تقييم غير مباشر. بالنسبه للتقييم المباشر بالنسبه لنا ما عندنا فيه اي مشكله، اللي هو عباره عن كورس وورك وانا اديك فيه اكزام يجيب لي النتيجه بتاعته. التقييم غير المباشر اللي هو خاص بالاندستريال ادفايزر كوميتي، الستودنتس سيرفي، الاكزيت سيرفي، والفاكولتي كورس ريبورتس، هذول كلهم بنجمعهم مع بعضهم البعض بدون اندايركت اسسمنت، والاثنين انا بجمعهم بشوف علاقتهم مع الاس اوس اسسمنت اللي هو ستودنت اوتكمز اسسمنت، حققوها ولا ما حققوها. بعدها بعمل لها عمليه بتاعت ايفالويشن بروسيس، بحيث انه انا احاول اعمل ريفاينمنت لهذه الاسسمنت. وزي ما بيقولوا ناس الابد في 2019، سمبليفاي يور اسسمنت بروسيس تو امبروف اتس افشنسي اند افكتفنس. دي جزئيات بسيطة أنا حبيت أشاركها معكم في العملية التعليمية بصورة عامة وعملية تطوير المناهج، ونترك المايك للدكتور أنور.
المداخلات. طيب شكرا جزيلا يا حبيبنا دكتور احمد. دكتور احمد اخواننا هو فاكولتي ممبر اسوشيت بروفيسور في جامعه الملك عبد العزيز، وهي الترتيب بتاعها رقم 143 عالميا، وهو زميل في المجال الكمبيوتر ساينس وكده. فطلبنا منه البتاع اساسا انه يكون في اطار للبرين ستورمينج، يعني عشان ما بس نيجي نتكلم ساي، يكون الناس حتى الطلاب ما هم ستيك هولدرز، حتى المجتمع بتاعنا بصوره عامه عارف احنا نتكلم عن شنو، يعني في المبادره بتاعه التحول التعليمي الالكتروني في ما يخص الجزئيه بتاع تطوير المناهج. يعني في الجروب بتاعنا بتاع الواتساب يعني في ناس كتار قدموا نفسهم، بروفيسور ادروب لو معانا هنا، دكتوره منال، في ناس يعني قالوا انه دكتوره نهى ممكن يكون مشاركين في المنصه وكده. فهنوقف هسي ده الجزء اللي انتهينا منه بتاع الاوفر فيو الفاندمنتال للبرين ستورمنج بتاعنا. فمفتوح الان المجال لكل الزملاء انهم يعني يدلوا بدلوهم في انه كيف نحن هنمشي لقدام ونكون المجموعات، كل مجموعه منا تطوعيا ضمن المبادره دي هتساعد في تطوير المناهج. دكتور ايمن تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للجميع الموجودين وعلى راسهم الدكتور انور. طيب والله اول حاجه جزا الله خير اخونا حمزه، عمل اطار كويس جدا. نحن دايرين نكون عمليين لانه لضيق الوقت وغيره وغيره. انا حاذكر بس ثلاثه مقترحات عمليه بناء على ما ذكر. اول حاجه نحن هنا في المبادره دي مفروض اول حاجه نحط قواعد عامه نتن، والله مثلا دكتور ايمن يا ريت لو عرفت نفسك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور ايمن عبد الغفار الحسن، استاذ مشارك في قسم علم الادويه كليه الصيدله جامعه ام درمان الاسلاميه، والان معاد كليه الطب جامعه الباحه السعوديه. انا خريج الخرطوم 2001. طيب قلنا نكون عمليين اكثر ان شاء الله. وأول حاجه زي ما ذكر اخونا فعلا المناهج حقتنا كلاسيك جدا، وحنواجه مشكلتين. اول حاجه عشان نطور، اول حاجه نقيف على الكرنت ستيتس اللي هي موجوده فيها، وياتو فيها الصح عشان نبقيه، وياتو العايز تطوير او تحوير عشان يوافق الترانسفورميشن، ودي مهمه ما سهله. فانا بقترح اشياء عمليه بس عشان ما نكتر الكلام، ندي فرصه لغيرنا. اول حاجه هنا نحط قواعد عامه، مثلا نقول والله نحن المقررات اللي دايرين يحصل لها ديت الترانسفورميشن لازم تكون كومبتنسي بيز، احدث المناهج الحاليه، تحول من التير بيز للستودنت سنتر وكلام زي ده. نحط قواعد هنا اول حاجه. ونص انه خدينا القواعد اتفقنا عليها، الخطوه الثانيه تنور يقوم يقسم الناس لمجموعات متخصصه، مثلا الكليات الطبيه، الكليات النظريه، الكليات الهندسيه، زي ما ذكر هسي نحن محتاجين للتخصصيه جدا. هذه المجموعات الصغيره او الكوميونتي الصغيره دي تكون في نقاط دائم وطوال، الناس كل مره يقعد يورونا وصلوا شنو وعملوا شنو، والناس تتناقش معاهم لغايه ما نصل لشيء. الاقتراح الثالث برضو نصلوا، لازم يكون في ممثلين من الكليات. في نقطه قبل نقطه ذكرها اخونا حمزه، قال يا جماعه المناهج الان لو دخلت اي مثلا يا الخرطوم كويس، لو دخلت اي كليه ما بتلقى المنهج ولا الرولز ولا الاشياء موجوده في الموقع زي الداسين، تقول بنكو ليه؟ معناه في شيء. فعشان انه نحن يكون عندنا اكسس عشان نقدر نشخص اول حاجه اللي هو الكرنت ستيتس شنو؟ الموجود شنو؟ وهل هو كلاسيك ولا قاعد وقابل للتقدير ولا ما قادر؟ لازم يكون في ممثلين من الكليات، وهؤلاء الممثلين نشترط فيهم انهم عندهم اكسس للمناهج حقتهم عشان يقدروا يعكسوا لنا الصوره بكل امانه. وارجو انه كلامي يفهم في اطار، هنا زي ما ذكر الدكتور ما عندنا لا توجه لا قاصدين نشخصن الامور ولا اي شيء، احنا دايرين نعمل شغل مؤسسي يرفع جامعاتنا وكلياتنا ونلحق بالركب. بعد ذاك طبعا ان شاء الله الناس حتمشي خطوه بخطوه. جزاهم الله خير. شكرا جزيلا دكتور ايمن. فعلا احنا ده الهدف الاساسي، احنا دايرين طالبنا اللي يتخرج، طلابنا حيتخرجوا يعني ويكفوا سنتين من الدراسه، وده كان الدافع الاساسي لقصه المبادره دي، انه نحضر نفسنا في السودان كلنا لو حصلت اي حاجه ثانيه لا قدر الله، ثوره، جائحه، الدراسه ما تقف. لكن لما يتخرجوا من البرامج دي الناس يكونوا يتخرجوا زي اي كليه ثانيه اكريديتد ومعترف بها عالميا والى اخره. دكتورة منال تفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أحمد، تقديم جميل والله، تقديم جميل كونسايز. بس عندي شوية بتاعت إضافة. أول حاجة، السؤال اللي بيطرح نفسه، متى أنا بطور المناهج؟ عادة المناهج بتتطور نتيجة لحاجتين. أول حاجة ممكن بعد تخريج الدفعة الأولى، عشان أنا أمشي في الفيلد، أمشي أعمل أسيسمنت. والمرة الثانية على حسب مواكبة الماركت فيلد النيتس بتاعتها. فأنا هضرب مثل بسيط بكلية التمريض مثلا. أصلا أنا خريجة كلية التمريض، خريجة كلية علوم التمريض. عادة بعمل التطوير بتاع المناهج بتاعتي، وبعمل الموديفيكيشن والديفلوبمنت بعد 4 سنوات عادة. الآن طبعا هتبقى بدرجة الشرف بالأونر كله 5 سنوات. الهدف شنو؟ الهدف إنه عايزة أشوف في الليرنينج أوتكم أو الجراديويت حقيني، أنا لما أمشي المستشفيات بشوف البرفورمانس حقتهم. وده دائما بستصحبه معاي في ناس في الكوميتي بتاع تغيير المناهج. دائما اللي بيحصل لما نجي نغير منهج أو نطوره أو نغير في بعض المفردات أو في بعض النوديولز، بقوم بستصحب معاي رئيسة الممرضات اللي هي اسمها الميترون، بجيبها معاي في الاجتماع عشان نشوف الأداء البرفورمانس بتاع طالباتنا نحن والشغل بتاعهم كيف. فكان دائما بيكون في توصيات بنحاول نسجلها ونعمل موديفيكيشن، بعد ذاك نرفع للديسيجن ميكر، بعد ذاك بدون الرأي اللي هم ناس الشؤون العلمية، بعد ذاك بيترفع في مجلس الأساتذة للإجازة. ده تقريبا بيكون اللي بيحصل في كل الكليات الثانية. دي واحد. نمرة اثنين، أنا بغير المنهج ليه؟ يعني أبسط حاجة عندنا برضو بضرب بالتمريض. زمان كان الناس بتتخرج، يعني أنا منهم مخرجة بالدكتوراه تمريض باطني. حسي الآن بقت ما في حاجة اسمها، يعني ما بقول هي ما في دكتوراه تمريض باطني، لكن دائما السوق بيلجأ لشنو؟ للناس السب سبيشاليتيز. زي مثلا شنو؟ هو قاري تمريض باطني لكن مثلا متخصص في أمراض الجهاز التنفسي. مثلا الناس بتاعت القارين كوميونيتي نيرسينج بيقوموا يتفصلوا لسايكاتريك عن كوميونيتي نيرسينج. فنحن دائما المنهج ده بيتطوره حسب احتياجات السوق. طيب أنا بعد ذاك عندي حاجة برضو قاعدة، يعني حاجة ثالثة عايز أقولها، لما أجي أعمل أسيسمنت ناس البي أوس اللي هو السي أوس اللي هو الستودنتس إس أوس، ديل دائما احنا الغلطه اللي قاعد تحصل، وانا جربت يعني اشتغلت في السعوديه وعملت الاسسمنت بتاع الاستيودنت، كنت مسؤوله من الجوده. الاستيودنت دائما بدوهم الاسسمنت at the end of the course، يعني مع الامتحان كده. الطالب مثلا يعني نقول انا عشان اعمل اسسمنت او اقيم الكونتنت بتاعت الكورس ده، أنا يعني لو الأستاذ ده بيراعي لي في درجات، الأستاذ ده معاملته كعب، الأستاذ ده يعني بيكتر الهوم وورك أو الحاجات الزي دي، أو حسيت بأنه الأستاذ ده أنا لو مثلاً حيسقطني لأنه أنا غايب كتير، دي كل الحاجات اللي بتحصل من الأساتذة، من الطلبة. فدائماً الأسسمنت في النهاية بيكون بور، وده which is wrong. يعني دائما انا لما نجي اعمل اسسمنت للكورس كونتنت ومفرداته والموديولز حقته او السيلبس حقه كله والمحاضرات حقه، 3 أو 4 محاضرات. ليه؟ عشان اقدر اعرف الطالب ده رايه شنو في الكونتنتس ده، ما يكون تحت اي تنشن ولا يكون تحت اي ضغوط. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتوره منال. دكتور رباب. رباب، دكتور رباب، مايك معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا ريت تعرف مسموع نفسك. معكم دكتورة رباب الشيخ. أنا دكتورة في جامعة سلطان بن عبد العزيز في الخرج.
طبعاً بالنسبة لتجربتي أنا بعيدة من السودان، لأنه أنا 20 سنة شغالة هنا في البلد، ولكن يعني بس أداخلكم مداخلة بسيطة. أولاً بشكر القائمين كلهم على الويبينار، والدكتور أحمد والدكاترة اللي داخلوا، وعندي بس مداخلة بسيطة نركز فيها. زي ما قال الدكتور نكون عمليين ونمشي للنقاط اللي إحنا أساساً بتساعدنا عشان نقدر نطبق الكوريكولوم ديفلوبمنت. أولاً زي ما قال الدكتور أنور، بعد ما الناس تتقسم للتخصصات، طبعاً حكم التخصص لازم كل تخصص دكاترة يشتغلوا على بعض، لكن كيف يشتغلوا؟ الآلية إحنا المفروض نوزع أنفسنا على 3 مجموعات. أولاً زي ما قال الدكتور إحنا نتكلم عن الديزاين. الديزاين مثلاً اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الطب، كل إنسان بيقدر يدلي دلوه في مجاله، لأن الديزاين والاستراكشر لازم تكون مربوطة أساساً من الأول بليرنينج أوتكمز عشان أقدر واكب لي سوق العمل. يعني أساساً في خريجين بتاعين هندسة، الواحد مثلاً يدوه الموقع ما بيقدر يشتغل لأنه الأشياء الدرسها ما بيلقاها على عرض الواقع. فعشان كده إحنا نحاول نواكب ما بين الليرنينج أوتكمز وبين الأوبجكتيفز حق المنهج. ده يشتغل على تيم. التيم الثاني من نفس التخصص يشتغل على الخطوة الثانية المهمة اللي هي implementation. كيف نشكل لجان داخلية عشان نشوف الكورس ده ذاته الداخل البرنامج احنا بنطبقه كيف؟ لأنه كل كورس عنده learning outcomes، نحاول نربط كل الobjectives حقة الكورسات بالماتريكس حقة القسم أو القسم المعني، وبالذات ونربطها مع الفيجن حقة الكلية، وبالذات ومع الفيجن حقة الجامعة. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة والمهمة، لازم الإيفالويشن يكون ماشي في نفس البروسيس. اللجنة الثانية، اللجنة الثالثة في نفس التخصص تشتغل على الإيفالويشن. الإيفالويشن زي ما قالت الأخت، ما للطلاب بس، لكل الفئات العاملة اللي بتشارك. عندنا الطلاب لهم استبيانات، الأساتذة برضو نفس الشيء، الموظفين، كل الإدارات، كل الجهات المعنية تشتغل. عشان كده من الحين دي واحدة من الأشياء المهمة، إنه الجروب حق اللغة العربية واللغة الإنجليزية والطبر الميجر بيشتغلوا على 3 نقاط دي في المجموعة. والله يديكم العافية، لأنه طبعاً إحنا بالنسبة للمناهج في الجامعات ما نقدر نقول فيها شيء، لأنه من بدري إحنا من الجامعات السودانية. مشكورين، الله يديكم العافية. أنا خريجة جامعة الخرطوم كلية الآداب. مشكورين، ومشكورين الإخوة كلكم. يا هلا ومرحبا، شكرا جزيلا لك دكتور رباب، الله يديك الصحة والعافية. اخواننا احنا باقي لنا 22 دقيقة للجلسة دي ينتهي، الدائر يتكلم رجاء يرفع يده الآن. عشان ترفع يدك بتدوس البارتيسيبنتس المشاركين في الجلسة دي، بتلقى فيه ريز هاند، علامة كده لونه زرقاء، دوسها. 22 دقيقة وإن شاء الله حننهي الجلسة. طيب باشمهندس أحمد داود حبيبنا تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور أنور وكل الدكاترة المشاركين، وبشكر دكتور أحمد على المعلومات القيمة بجد. يعني إحنا بنشوف وضعنا، وضع الجامعات العالمية، من أحزن شديد. طبعا أنا من السودان وقاعد في السودان، وبجد إحنا ممكن نقول بكل صراحة، هل يعني ممكن نقدر نعمل عشان نقدر نعمل زي منهج سوداني نسود الآليات والبروسيس والستاندرز اللي قالها الدكتور أحمد في السودان؟ المفروض الخطوة الأولى يعني مستصعب معانا أن الديفلوبين في السودان صعب جدا. معلش يعني يا أحمد، مهم جدا، نحن ما دارين سودين، نحن دارين نمشي انترناشونال. يعني السودان هو الدول الانترناشونال، ما نجيب الانترناشونال السودي. السودان دي بتودينا التوجة أخينا. نحن دارين نزور خريج مثلا من كليتكم السوفتوير انجينيرينج في جامعة العلوم والتقان ولا كده، لما يتخرج يكون زي اللي يتخرج من أمريكا ولا يتخرج من أوروبا ولا من السعودية ولا أي حتة من الجامعات الرانك يعني. فدي مهمه جدا مضبوطه هنا عشان الناس يعرفوا احنا دايرين نحاول نعمل شنو. تفضل. اكيد طبعا، انا قصدي بالسود هنا انه كيف نقدر نعمل لها زي اصغات في الوضع الراهن، نقدر نطلع انترناشونال، لكن اقول ان انترناشونال نعترف بالانترناشونال ان شاء الله. يلا، في عندنا مشاكل كثير جدا، لانه الطالب الان صراحه لانه بحس انه الماده بجراد هيستوري زي ما ذكر كل الاساتذه الدكاتره الكرام، فتلقاهم ما بركز في الجامعة ولا مركز في التقييم، لأنه عبارة عن حذف. أنا بقرأ المادة بحفظها، بشوف امتحان السنة فاتت بنجح بجيب امتياز،
لكن بعد اتخرج مش قادر انا بفتش الكورسات وبكون انترستد في كل التفاصيل. فبرضه بفضل هل المهارات دكتور احمد، بالنسبه لدكتور احمد المهارات الان الموضوعه في الستاندر العالمي، هل ممكن نقدر نصيغها في المناهج؟ ده بس استفسار كنت حابب دكتور احمد يوضح لنا. احمد حمزه قريب انت؟ انا ما شايفه فجاه كده اختفى. طيب لحد ما يجي يرد عليك ممكن ادي الفرصه لاميره. دكتور اميره تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. مشكورين دكتور احمد ودكتور انور والمجموعه. فتقريبا القدم يعني معلش الخط قطع شويه كده، يا ريت بس لو عرفتي نفسك عشان الناس. طيب اميره يحيى بشرى، انا خريجه جامعه الخرطوم، حاليا شغاله في جامعه المجمعه هنا في المملكه العربيه السعوديه، استاذ مساعد تمريض صحه المجتمع. فبالنسبه للمناهج يعني تقريبا القدم اخونا دكتور احمد هو ده نفس المناهج تقريبا كلها شغاله بيها هنا المملكة العربية السعودية، يعني مناهج ممتازة ومؤسسة بطريقة سليمة. فبالنسبة لنا نحن في السودان محتاجين أهم حاجة إنه نشرك معانا اللي هو المسؤولين أو أصحاب القرار، يعني بالذات المسؤولين في الجامعات أو في الكليات الخاصة، عشان نحن نعرف اللي هو أصلاً المناهج اللي عندهم هي شنو. وبالذات زي الكليات التطبيقية محتاجين نعرف مثلاً زي المعامل الأشياء المحتاجة للتطبيق، فدي برضو إحنا لازم نحضر معانا فيه اللي هو تقييم المناهج. بالإضافة لي اللي هو برضو يكون عندنا استبيانات أو يكون عندنا سيربي يشمل لنا كل متخذي القرار بالإضافة إلى الطلاب والأساتذة، لأنه ده كله بيدخل لنا فيه اللي هو تقييم أو في تطوير المناهج. وزي ما قال برضو أخونا الدكتور أحمد إحنا لازم نقسم المناهج، في مناهج تبع الكلية، في مناهج تبع الجامعة، في مناهج تبع التخصص، فدي كلها محتاجين يعني نشوف الأصل موجود في الكليات أو في الجامعات السودانية، نشوف الساعات الموجودة عندهم، نقدر بعد ذلك نوازن ما بين إنه نقدر ندي اللود أكثر لأي مقررات أو لأي كورسات. فإن شاء الله الناس يعني تكون جادة ويكون الشغل إن شاء الله يعني في تناسق ويكون الشغل ممتاز. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتورة أميرة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا لعمل البتاع. طيب دكتورة بهية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. معكم أستاذة بهية خليفة. أنا محاضر، كنت في جامعة أم درمان الإسلامية والآن محاضر لغة إنجليزية في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. طيب أنا بصراحة أول حاجة أشكر كل القائمين على البرنامج ده، وحابة أضيف بس يعني لكل النقاط اللي ذكروها الأخوان إن نحن الآن يا جماعة نحن عايزين نبدأ من حيث انتهى الآخرون زي ما بيقولوا. كل الكلام اللي قالوه ده أنا ما عندي عليه أي اعتراض، بس في التنفيذ نحاول نركز على جزئية المهارات، يعني كلهم في تخصصه. الجزء الأكبر إحنا عايزين يكون الآن إحنا عايزين طالب مهاري، طالب مهاري يعني جزئية الأكبر تكون للبراكتيكال سايد في كلهم في تخصصه. ليه؟ لأنه الآن العالم كله متجه زي ما إحنا كلنا عارفين متجهين الآن إنه نحن عايزين تخصصات طلاب ما يكونوا خريجين خريج مهارة، بغض النظر عن النوليج، بغض النوليج دي حولها ليلة مهارة مكتسبة. نركز على الجزئية دي، وعشان نركز على الجزئية دي الآن كل العالم كمان متجه لي learning outcome based outcome based learning. فنحن نشوف ايش الاوتكمز الموجوده عندنا من ابتداء من زي ما قالوا الزملاء كلهم ابتداء من الفيجن والميشن بتاعه الجامعه، نسقطها على الكليه، نسقطها على البروجرام المعين، نبدا نشتغل عليها بالتركيز على المهارات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذه بهية، والله يعني كلام مهم جدا جدا. نحن طبعا العمل بنعمل فيه هنا ده لازم نوضح انه ضمن مبادره التطوعيه، احنا ما عندنا الزام لاي زول ولا وزاره التعليم العالي فوضتنا قالت لنا تعالى عملوا الكلام ده. احنا بنعمل فيه لاحساسنا بانه والله في حاجه المفروض تتعمل ونحن بنقدر نساهم فيها في حلها ولا كده. فالمقترح اللي قدمه الدكتور احمد حمزه من البدايه بتاع انه يتعمل ويب سايت وكل تخصص يخوض فيه والمناهج
يعني بصوره ويكون الشغل ترانسبيرنت واكسسبل لكل الناس، طلاب ولا اساتذه ولا غيرهم. دي غالبا المنهج اللي حنمشي بيه، بنأسس ويب سايت كل المبادره دي يكون موجود فيه الناس. طيب دكتوره سيده ريم، انت ما دار تتكلمي، انا لانه ما شايف رافع يدك ولا كده. تمام دكتوره سيده. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. انت زميلتي في جريمة الأزهر هواية اجي صح؟ زي كيف حالك؟ تفضلي. مشكور دكتور انور، ويمكن هو سبق بانه احنا زملاء وانا عارفه وانه هو من الناس المجتهدين. مشكورين الفريق العامل على مراجعه المناهج بالسودان، واحنا كلنا همنا اننا التطوير التعليم. انا صراحه سيد عوض علي، اعمل بكليه علوم الحاسوب وتقنيه المعلومات جامعه الزعيم الازهري، عملت بفتره في المملكه العربيه السعوديه في جامعه القصيم، عملت بلجان تطوير المناهج في المملكه العربيه السعوديه وفي داخل السودان. انا مداخلتي يمكن حاجه الشيء اللي احنا حسيت به، وانا بعد ما انا جيت راجع السودان والان انا عضو في جامعه، احنا عندنا توصيف للمقررات. احنا المطلوب مننا اننا احنا نحاول نفهم المجتمع بتاع هيئة التدريس انه المقررات الموصفه حاليا ممكن احنا نقوم بتفعيلها. يعني حس حاليا بتلقى الاستاذ عنده اسم المقرر، بيشتغل المقرر لكن ما بيلتزم بالتوصيف، زي ما بيقولوا بيشيل التوصيف نفسه يشتغل به في كل الجامعات، اما محتواه والخطته له والجامعه ما بيلتزم به. فالمطلوب انه احنا نفهم الاستاذ انه عمليه التوصيف للمقرر بتتوضع لظرف معين داخل الكليات، مفروض يكون في تقارير عليها، مفروض يكون في طريقه بتاع توزيع للساعات للتنفيذ، طريقه التنفيذ للعملي، التنفيذ للنظري، الالتزام ذاته بعمليه التدريس داخل التوصيف والتقارير المستمره على المقررات مع رفع التوصيات اذا كان في عيوب، اذا كان في حاجات هو لقاها في المقرر. دي اللي احنا حاليا ممكن نقوم بها. اما اننا نقوم من البدايه بعمليه اعداد مناهج يمكن يكون فيها نوع من التاخير لحد ما تتشكل لجان داخل الكليات او داخل التعليم العالي نفسه، لانه ما في توجه حاليا لانه اعمل تغيير في المناهج، المناهج كما هي. ما في تقييم فعلي للكليات على ادائها في المقررات في البرامج بتاعتها ذاتها اللي بتقدمها. فاحنا حاليا يعني لو قدرنا نفهم كيف احنا نغير مفهوم التعامل مع الوصف بتاع المقرر الموضوع حاليا في الاستاذ، خلينا احنا بنقدر نمشي اسرع، وفي نفس الوقت يكون في يعني معاها لجان تدعمي على اساس انها تطور المقررات لحد ما نصل للهدف اللي انه يكون التعليم يتحول لتعليم الكتروني بشكل عام. يعني فده انا حسب الشيء اللي انا شفته من قبل ما انا اترك البلد وتعاملت مع المناهج الاساسه موصوفه وموضوعه بشكل منظم، وجيت راجعه ولقيت نفس المشكله، ما في مفهوم توصيف محدد. طيب دكتوره سيده، انت حاليا في الكليه هل عندكم لجنه بتاعت كواليتي كنترول في الكليه نفسها عشان تتاكد انه الاستاذ الزائر ولا المتعاون؟ انور انا جيت ويمكن انت كنت معي في فتره من الزمن. نعم. الوضع كما هو، بدوك اسم المقرر، فاسم المقرر لو ما انت حريص على انك انت تشوف المحتويات انا اعمل الدائره اعمله، وممكن ما ادرسه، ما في ما في شخص يقيمك يقول لك انك انت درست، يعني درست الطالب 80% من المقرر، ممكن انا ادرس 3-4 عناوين والعناوين الباقيه ما ادرسها، يجي الاستاذ اللي بعديه اللي بيحتاج للمقرر حقي على اساس انه ده مقرر سابق لمقرره، يلقى الطالب ما نون لكل الحاجات اللي هو بيحتاج لها. هل هو يبدا من نقطه الصفر؟ مستحيله. يواصل من الحته المفروض يشتغل فيها، الطلاب ما مواكبين. فعملية التعامل مع المقرر نفسه هي دي المشكلة اللي احنا حاليا نواجهها، ودي المشكلة الممكن نعالجها. اما اننا نضع عملية بتاعت مراجعة مناهج او التطوير نحتاج لزمن، والوقت ما بيسمح، لانه حاليا حسب المعلن مفروض الجامعات يعني بعد العيد تنزل، فلازم يكون في قرار سريع على انه الناس كيف يتداركوا يعني القصور الحاصل في المقررات. والقصور انا بعتبره اغلبه من الاساتذه، ما من الكليات نفسها فقط. ما في وجود لجوده، ما في تقييم مستمر يعني للبرامج. وجزاكم الله خير، يعني انا بس حبيت اشارك بتجربه من خلال التعامل مع داخل الجامعات في السودان. يعني مشكور دكتور انور، مشكورين اعضاء الفريق. الله يخليك. الله يخليك.
ونحن حاضرين لأي مساعدة ولا حاجة ممكن الناس تعملها عشان تساعد الناس. إن شاء الله يا دكتور، إن شاء الله، مشكور كثير، الله يخليك. طيب ماجد، دكتور ماجد عبد الله، كنا باقي لنا نص ساعة، باقي لنا 10 دقائق بالضبط عشان نقفل الجلسة دي. دي جلسة زي ما قلنا بتاعت عصف ذهني مبدئية، ما في حاجة نهائية ولا مخرجات، هيكون في تاني جلسات غيرها وبفرق أصغر وكده. دكتور ماجد، دكتور ماجد شكله ما سامعنا. طيب دكتور زكريا، دكتور زكريا. طيب دكتور أحمد حمزة، كان في سؤال قبل موجه لك من أحمد داود، لو سمعته كنت تجاوبه. والله يا كده لو عادوا لي يكون أفضل يا دكتور. أنا كنت ماشي. السؤال إنه هل ممكن إسقاط الحاجات الجميلة اللي يتكلموا عنها، المناهج والأكريديتيشن، ناس A بيت وناس NC تريبل A، هل ممكن إسقاطها ويعني جعل المناهج بالذات مجال الكمبيوتينج لأنه في المجال بتاعنا تكون يعني سكيل بيز وكده؟ والله شوف يا دكتور، صراحة أنا أديك من الآخر كده، إذا في جامعة، طبعا الشغل بتاع الأبد ده هو خاص بالشغل بتاع الانجينيرينج والكمبيوتينج يعني، وحاليا خش عليه شغل الساينس، إذا في جامعة أو كلية أو بروجرام قدرت تحقق إن تقدر تحقق المتطلبات الأساسية للأبد أو المتطلبات الأساسية للأكريديشن، انا بعتبر انه هي حققت الريسنت كوريكولمز ديفلوبمنتس. لانه الكلام ده كله، لانه الكلام ده كله، كل العمليه التعليميه ناس الابد، كل العمليه التعليميه حاولوا يجمعوها مع بعض البعض ويحاولوا يخلوها مترابطه مع بعض، تكون هي يعني قبلت مع بعض يعني. فربطوا الستودنتس بالانستراكتورز، الانستراكتورز بالكوريكولمز بتاعتنا، بالاسسمنتس، بالايفالويشنز، بالعمليه بتاعت التغذيه الراجعه الموجوده يعني بصوره عامه. انا هسه فاتح الويب سايت بتاع اي بيت على اساس ان الزملاء يكونوا عارفين، ما عندهم فكره يعني، ان هذه مؤسسه يعني تطوعيه موجوده في بالتيمور في امريكا، والهدف بتاعها اللي هو عمل ستاندردز لعمليات الجوده والى اخره. والكليه اللي بتكون اي بيت اكريديتد دي اتخرجت منها في السودان، ولا اتخرجت في السعوديه، ولا اتخرجت في اوروبا، ولا في امريكا، واحد يعني ما مهم اسم الجامعه، لكن انها تكون اكريديتد اسم الكليه ولا البروجرام. في 2011 12 في 2012 انا دعيت البروفيسور منزول اللي هو في جاكسون ستيت يونيفرسيتي، ومعه مجموعه من الاساتذه كانوا جزائريين للسودان لمؤتمر النولج مانجمنت اللي كان نظمه الدكتور غاده كدوده، وقدم لنا، انا كنت استاذ مساعد جامعه الزعيم الازهري، محاضره عن كيف الكليه بتاع كمبيوتر ساينس ممكن تكون اي بيت اكريديتد. الكلام ده سنه 2012 بعد اللقاء ده والتنظيم الجميل ده، بعد بشويه كده كان انه خدماتي في الجامعه في الزعيم الازهري نفسها. فالشاهد في الموضوع is never too late، ممكن نرجع تاني نحاول نعمل ونسوي بتاع، لكن دي الحاجه الصح يعني، دي الحاجه المفروض انه الناس تصل لها. انا وصلوا لها عبر احمد، عبر انور، المفروض يصوروا لها. نعم، انا ابشرك يا دكتور انه اول حاجه يعني احنا شغالين في السايكل تحت الابد دي من 2013 2012 13 14 الى 2019، فحصل تغير. انا كنت متابع التغيرات اللي بتحصل دي كل مره، وبنحاول نشوف الحاجه الجديده شنو، والحاجه القديمه شنو، والاضافات شنو. حتى البروجرامز الجديده اللي خشت مثلا عندنا، مثلا في بصوره عامه في الحاسبات عندنا مثلا تخصص بتاع السايبر سيكيورتي، ده حاجه جديده خشت استراك زيه زي الفورمين سيستم ولا الاي تي ولا زي سي اس. فكنا متابعين دائما نشوف الجديد شنو ونحاول نمشي للحاجه الجديده. فعندنا كل السايكلز الموجوده، اذا كانت السايكل القديمه والسايكل حاصل لها ابديت الى السايكل الاخيره، فاحنا بدل ما احنا نبدا طوال مباشره، او بدل ما احنا نبدا من السايكل القديمه، حنخش مباشره للسايكل الجديده ونحاول يعني زي ما بيقولوا احنا نبدا من حيث انتهى الاخرين. عندنا كل الماتيريال، وده اللي بيخلي المبادره بتاعتنا دي منها فائده، في انه يا اخواننا ان احنا بتطوعيا كمواطنين سودانيين حريصين وشغوفين بمصلحه الولد البلد، ان احنا حنبدا لكم من اخر حته بدوا فيها الناس، يعني ما محتاجين تعيدوا اختراع العجله تطوعيا. لكن في حاجه ثانيه بقدر اذكر الكليات والجامعات في السودان، انه يا اخواننا الموضوع ده ما على كيفكم. ليه؟ لانه في ماركت
بيضغطك انك انت لازم تحدد المناهج بتاعتك وتكون انترناشونال اكريديتد. لو بقيت ما اكريديتد ببساطه انت البيزنس موديل بتاعك بيز على انه الطلاب يجوك يدفعوا لك تيوشن ولا الحكومه بتديك فاندنج عشان انك انت بتدرس الطلاب وفقا للسياسات العامه يعني التعليم المجاني ولا غيره. لو ما جاك طلاب انت معناه الزبون الاساسي انت ما عندك، معناه انت ما محقق الجوده. فالمبادره دي الناس تاخذها فيري سيريس. يعني انا لو كنت محل اي جامعه ولا كليه ولا الوزاره ولا كده كنت باجي امسك في الاساتذه المتطوعين دي بيدي ورجلي، لانه هيوفروا لي حاجه دي اهم حاجه بتخليني كومبتيتيف في الماركت بليس، مش كده دكتور ماجد؟ اخبارك دكتور ماجد يا اخواننا، بس باقي لنا زمن شويه، يا ريت الناس يختصر. دكتور ماجد، دكتور زكريا، دكتور زكريا، في معلش دكتور محمد احمد، عندنا جروب بتاع واتساب يا اخوانا للناس المتخصصين والخبراء والدار المتطوعين دار يشتغلوا في المبادره دي. في مايك مفتوح. ماجد، دكتور ماجد، طيب دكتور زكريا ما موجود. طيب بدينا نقطع دكتور، بس انا ضروري تفضل. تفضل دكتور احمد، تفضل. طيب مواصلة لشغل الابيت والاشياء دي، يعني انا معي بعرف مجموعه طيبه جدا من السودانيين الممكن يتطوعوا في خدمه الجامعات السودانيه، ان كلها تحزو الحزو بتاع الجامعات الخارجيه اللي عندها الابيت، انه نقدر نتطوع ندرس او نشتغل مثلا كورسات او دورات من الابيت from A to Z، كل الكريتيريا اصلا يعني احنا شغالين عليها ومفترض الناس تشتغل عليها عشان تقدر تحقق المعايير الاساسيه. طبعا بالمناسبه المعايير الاساسيه بتاعت الابيت دي حتى هي في النهايه بيطلبوا مننا مبالغ طائله وضخمه، يعني احنا كجامعات سودانيه ما عندنا امكانيه نقدر نحقق الحاجه دي اذا كان من جهد بشري او من امكانيات نقدر ندفع للجامعات الثانيه. احنا يعني دايرين نخلي المزال دي جانب اخر، احنا نركز على انه نطور جامعاتنا، احنا نشوف الناس الابيت هم شغالين شنو من غير ايفالويشن. الايفالويشن ده يكون بالنسبه لنا نعمل احنا ديل كابناء الوطن او في السودان، والتقييم ده يكون حسب سوق العمل السوداني الموجود شنو مثلا، عشان نقدر نعكسه على الجزئيه الخاصه بجامعاتنا. ممكن نبدا مع الجامعات كلها نعمل نموذج كده يكون فيه الميجنز الفيجنز والستودنت اوتكمز البروجرام ادوكيشن اوبجكتيف الاسسمنت تولز الكوريكولمز الاندستريال كوميتي الاكزيت سيرفي، كل الاشياء دي كلها الكونتينوس امبروفمنت، احنا نحاول نتابع كل البوينتس دي 1 باي 1 مع كل الناس. يعني ما احنا ممكن في النهايه يكون عندنا مجموعه ندربها والمجموعه دي تدرب مجموعه اخرى، وبعدين الموضوع يكون لقى يكون ابليكابل انه يشتغل في كل الجامعات السودانيه اوتوماتيكلي من غير ما انه نقدر نركز على جزئيات معينه ويحصل فيها استك او يحصل فيها تقاطعات معينه. اذا احنا عملنا فوكس على الحاجه دي هيحصل تطوير للمناهج الموجوده، هيحصل تطوير للعمليه التعليميه الموجوده في السودان، هيحصل تطوير اسسمنتس ومونيتورينج بصوره كبيره جدا جدا. يعني خلال سنه سنتين احنا ممكن على الاقل نقدر نخطو خطوه كبيره جدا جدا. بعد المساله بتاعتنا هي عباره عن مساله انه نتواصل مع ناس الابيت فقط بانه يجوا يعملوا لنا اسسمنت او تقييم وناخذ الاكريديشن. والحاجه حتى هنا الان سي تريبل اي يا دكتور احمد، الان سي تريبل اي برضه دي حاجه يعني مهمه جدا، دي حاجه اسي بتوري يا اخوانا في ناس فاهمين موضوع الرانكينج بتاع الجامعات ده، تصنيف الجامعات السودانيه، بانه والله بس تعمل لك ويب سايت وتحط فيه لينكات وبتاع. الموضوع ده اعقد من كده بكثير، واحنا هنعمل له جلسه كامله ضمن سلسله قضايا الاستاذ الجامعي في الباحثين السودانيين، على اساس انه الناس تعرف يا اخوانا. انا ما بمشي ادفع لي 60,000 دولار مثلا في هارفارد ولا 100,000 دولار في ام اي تي صدفه، ما صدفه. الناس ديل اي حاجه عاملينها زي ما قال الكتاب، وهم اللي بيطلعوا ستاندردز وبيساهموا فيهم كده. عندنا احنا افراد اساتذه، دكتور احمد حمزه، دكتور منال وغيره من الاساتذه والبروفات الموجودين في الجلسه دي، هم ناس ما شاء الله ممتازين جدا جدا، لكن انديفيديوالز في انستتيوشنز ما سودانيه. احنا دايرين تكون انستتيوشن سودانيه اكريديتد ويعني وورد ريكوجنايزد
على اساس انه اي زول موجود فيها يكون زي احمد ويكون زي منال ويكون زي اي زول يعني مؤهل. ده اللي بيهم ناس حاليا، بنعاين لوطننا ما بنعاين للافراد. دي الحته الاهم في القصه. وان احنا الزمن بتاعنا انتهى كل اسف. دكتوره بهية بنديكي بس فرصه عشان هنا، عشان المفروض انه نختم البتاع دي، في برنامج تاني حيدور بعد القصه دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نعم. بس انا حابه اضيف يعني يا دكتور، على حسب ما الاخت سيده يعني عكست وضع الاقسام والكليات، انا بقترح انه مثلا مبدئيا كحل مبدئي انه الاقسام تختار مثلا استاذ او استاذين يكونوا هم المتابعين مساله جوده تطبيق مواصفات الجوده المعنيه في القسم، الين ما تنتشر حتى عندنا ثقافه جوده التعليم، يعني تطبيق التوصيف، الاسسمنت، الفيدباك، الاشياء دي تكون من ضمن يعني اعضاء هيئه التدريس من ضمن القسم، يعني كليان لجان جوده صغيره تفعل يعني لجان الجوده في الاقسام والكليات، ثم بعد ذلك يعني نحن ننشر ثقافه جوده التعليم اصلا. وممكن زي مراكز التدريب الموجوده، مثلا اخذنا دكتوره منال موجوده، وانا اعرف ان دكتوره منال هي مسؤوله التدريب في جامعه الدول الاسلاميه، ممكن دكتوره منال، معلش يا دكتوره منال، يعني يتواصلوا مع مختصين في مجال جوده التعليم، وممكن يدربوا الناس على مواصفات الايزو 21001 اللي هي بتهتم بجوده التعليم. ف يعني كلهم في موقع يا دكتور يقدر يقدم ولو البسيط. بالضبط. احنا هسي شكرا لك يا دكتور بهية. طبعا احنا يا اخواننا في المبادره بتاع التحول للتعليم الالكتروني دي في ستيج منها قرب يختتم خلاص، اللي هو الستيج الاول بتاع التدريب الاساس على ادوات التعليم الالكتروني، ودكتور احمد ويعني مجموعه من الزملاء، دكتور شاهيناز، دكتور ندى هي قائده الفريق، يعني قطعوا شوط كبير جدا جدا، وفي زملاء بيتدربوا في ادوات التعليم الالكتروني لكن في نفس الوقت هم بيطوروا المناهج والى اخره. فالموضوع ده موضوع طويل، احنا الاكاديميين بصوره عامه بالنا طويل، بناخد في الموضوع مليون سنه كده، لكن هنحاول انه لانه الجاي حتدتنا فرصه بتاع الزمن اكثر انه الناس تشتغل بصوره اسرع شويه. شكرا لك يا دكتور بهية. دكتور محمد احمد، دكتور محمد احمد هل موجود؟ شكله بعيد. طيب احمد داود، ونختتم الجلسه يعني. احمد داود السلام عليكم مره ثانيه. شكرا لك تحت الفرصه مره ثانيه دكتور. يلا انا بوافق راي دكتور احمد حمزه انه الان يتم احنا زي انا زي ما ذكرت السوداء، لكن قصدي السوداء جيب الانترناشونال نطبقها الان، لانه احنا عشان الجهات الثانيه دي مشكله ماليه او مشكله بتاعت حظر او اي حاجات كثير جدا على حظر ممكن نتعامل معهم، الان ننفذ الستاندرز نجي نطبقها. وزي ما ذكر دكتور سيده، انا بعرف كم جامعه عندها منهج، شفتهم بعيني منهج كويس جدا كويس جدا جدا بمعنى كويس، لكن ما منفذ نهائي، التنفيذ زيرو، التقييم زيرو، ما في متابعه للطلبه، ما في متابعه حتى قسم الجوده زي ما ذكرت الدكتوره بهيجه حسي. المشكله قسم الجوده انه الاستاذات اللي بيعين في قسم الجوده صراحه يعني في السودان هنا ما في متابعه، يعني زول بعين وهو ذاته بيكون سبب المفسده الكبيره، هو سبب الضرر. فاحنا مشكلتنا ذات الدايرين قبل نعمل لجنه او كذا دكتوره، بقترح ان احنا ذاتنا نزرع الثقافه زي المبادره بتاعه التحول الالكتروني، وفي مبادره بتاعه التحول المنهج دي يكون عباره عن سلسله بتاعه التدريب الالكتروني، يعني نجهز غافله كامله جدا من الاساتذه عشان وقت نعين اي لجنه او اي جهاز يعني يكون قائد الركب يكون تحته عارفين، عشان يكونوا متطوعين وفي نفس الوقت مواكبين معه. وصراحه التقييم ده صعب شيء، يعني عشان اقدر اقيم الطالب بتاعي دايره ميزانيه، دايره الجدوى، دايره ذات الطلبه، انا كيف اوصل لهم؟ لازم عندي يكون كونتاكت مع الطلبه، فدايره تفعيل كثير جدا. فانا برشح باي دكتور سوري ما برشح بس باي كلام دكتور احمد حمزه، احنا الان نفعل الابيت نشوف الستاندرد بتاعه نفعيل الان في السودان قبل ما نحاول قدر الامكان يعني الستاندرد ده نسودن في السودان. معلش الكلمه الثانيه اقولها، البروسس طويل يا احمد، الموضوع ده ما يعني ما دارك انت حتعرف يعني في اثناء ما احنا ماشيين في البتاع دي، انت غالبا الجلسه زي دي حتقعد لك هذه 50 مره كده حتين نصل انه والله يا اخي نصل لقصه الابيت ولا كده، لان البروسس طويل جدا. الجامعات السعوديه اكيد ان شاء الله استثمرت مليارات، انا بكرر مش مليونات، مليارات عشان تصل للحته اللي وصلت لها هسه حاليا. والزمن كمان يا دكتور استيل ان احنا طبعا مع الزمن نعم النوستالجيا بتاعت انه والله الجامعات السودانيه ونحن المعلمين ونحن كده، لازم نقر باننا اخواننا نحن هسه بعيدين جدا جدا، احنا هسه في الدوحه في قطر هنا ده ما في جامعه واحده في الرانكينج،
الجامع الرانكينج بتاع اول 50 جامعه، اول 100 جامعه، اول 150 جامعه، اول 200 جامعه، ما في جامعه سودانيه. فبالتالي لو كان هنا ده الكواليتي بتاعت الحكومه القطريه انه ما بنشغل زول الا يكون في الرانك، وده الاتجاه بتاعهم بتاع الدوله بصوره عامه، معناها شنو؟ معناها ما في زول، ما تقول لي متخرج من ياتو جامعه، ما في فريق، ما في الرانكينج بتاع الجامعات دي ما حنشغلك معانا. فيبقى بالتالي احنا اخواننا ماشيين في حته خطره جدا جدا. النظام البائد يعني دمر التعليم بصوره ما كويسه، بانه ما استثمر فيه، ما ادى الاستاذ حقه، ما ادى البحث العلمي، ميزانيات والى اخره. لكن احنا الليله دي موجودين ومتطوعين ومستعدين نخدم بلدنا وحقه نشتغل في الموضوع مع بعض. دكتور امتثال دي يا اخواننا واحده من المدربين استثناء، بس هي حتاخد فرصه، هي واحده من المدربين للاستاذه. تفضل امتثال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش انا جيت متاخره في الحقيقه، ما حضرت شديد. اوكي. طبعا انا عضو في الجودة من بدري يعني، ولحسن الحظ صادفت الاكريديتيشن بتاع الابيت وبتاع الانستيتيري بالاي اخر شيء كان السنه اللي فاتت. فاحنا عندنا يعني البروسيس طبعا زي ما انت قلت معقده جدا وطويله جدا، وانا طبعا يعني في اثناء ما احنا كنا بنعيد للاكريديتيشن بتاع الابيت وبتاع الانستيتيري بالاي، انا كنت بجمع في الدوكيومنتس يعني متوقع انه يجي في يوم من الايام محتاجاها في السودان. فانا عندي كل الفلو تشارتس، كل البروسيس بتاعت الان سي تريبل اي، وكل البروسيس بتاعت الابيت. وان شاء الله يعني اي يعني مؤسسه سودانيه عايزين مساعده في الحته دي، الحاجات يعني متوفره بشكل كويس جدا، وانا فهرستها وبجمع فيها من سنين يعني، من يمكن احنا من 2014 بادين في عمليه الابيت، لحد ما نلناه في 2018 نين الأبيت. أربع سنوات وإنتوا جامعة سعودية، عندكم الإمكانيات، عندكم الدعم بتاع الوزارة ودعم الجامعة والكلية ومفرغين وتأخذوا حوافز وتدريب وتدريب والدورة ما فيها حظر، تدريب مستمر يعني نعم في عشان بس يا أخواننا نعرف البروسيس اللي احنا داخلين فيه ده بروسيس طويل، فالمتطوعين فيه يا أخواننا نرفع لهم القبعات ونحنليهم ونبوسهم في يعني بوسة في الجبين. ده موضوع صعب جدا ما سهل، فعشان كده الجامعات السودانية، الوزارة، الحتات المعنية تاخذ الموضوع ده very serious وتحاول يعني إنها تقدم كل support ممكن تقدمه، لأنه اللي هيقدموا الأساتذة تطوعيا بقروش بقروش لو غطينا مليارات ما بتلاقي، بالمحبة بتاعتنا لوطننا، ويعني نفسنا إنه نخدم بكل ما نقدر يعني إن شاء الله. وأنا شكرا جزيلا لكم. ده كان اليوم الأول بس جلسة بتاعت عصف ذهني بصورة عامة. نشكر دكتور أحمد حمزة على التقديم بتاعه وضع الإطار العام. نشكر كل الأساتذة والأساتذات الزملاء والزميلات اللي قدموا يعني وأدوا آرائهم. نحن هنواصل في الجروب بتاع الواتساب عشان نشوف هنمشي وين من هنا الخطوة الجاية. شكرا جزيلا لكم، ونلاقيكم إن شاء الله قريب. السلام عليكم ورحمة الله.